ده محاميح اهو. انت محاميح اهو؟ ايوه. انت عرفت مقاس جزمتها ازاي؟ مساء الخير، عاملين ايه؟ انا محاميحو. سؤال دينا هنا، انت كنت في 2016 في ثانيه، وانت لسه عندك اسئله يا محامي؟ ده عارف مقاس جزمتي اسئله ايه. انت كنت في شركه ماسكه شغلك في 2016، وبعد كده انت احلى والله العظيم. فين اندرو؟ انا في 2016. حدش قال لها 2016 وهي كان في شركه ماسكه شغلك؟ صدق. كل حاجه زي. يعني حاجه مش معقول. لا بس انا مش ذكيه. لا والنبي، لا لا والله بطلع عليك. انا قلت حاجه انك مش ذكيه. قلت ذكاء وذاكره. لا 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 مذاكرها كويس، ما افتكرت ايه. لا انت ذكيه جدا. اه والله ذكيه يعني، لانك انت حاولت اعمل معاكي حاجات كده شاطره جدا ما شاء الله عليك. ايه اللي خلاكي تبعيد يعني، ايه اللي خلاكي تسيبي شركه زي دي؟ وبلس فكره مين اللي ماسك المانجمنت بتاع دينا شبيه؟ مين بيختار معاها شغلها؟ بناء على ايه بتختاري شغلك؟ دي حاجه انا ما اعرفهاش بصراحه، فعايز اعرفها منك. كويس. شغلها اللي هو اللي اعملها يعني؟ اعملها ولا السوشيال ميديا؟ اعملها. اعملها بشكل عام، دي اول حاجه. تاني حاجه، لو كامل عدد سيزون 2 نجح، هتعملي الجزء الثالث ولا لا؟ بس ده سؤال. طب ما كنت تكلمني في التليفون يا محميه وتسالني. ما بتردش على الواتساب يا دينا، خليني اقول لك. طب الاول خلينا نسالك انت، نسالك احنا سؤال يا محميه، ركز معايا يا محميه. احنا عايزين احنا نسالك سؤال. اتفضل. طبعا. انت ليه اخترت دينا انك انت تبقى عارف عنها كل حاجه، ولا انت عارف عن ناس كتير؟ لا لا، انا دينا بالنسبه لي سبيشال جيست. بتتميز بايه دينا؟ هقول لك. انا دينا، انا كنت بتفرج على برنامج شبابيك من دي 1، وشفت دينا وهي داخله في اول حلقه ليها. فانا كنت بحب دينا مذيعه قوي قوي، وكنت فرحان بيها جدا من دي 1 في اي حاجه بتعملها. فانا كان اكتر حاجه بحبها لها. وعارف اول مسلسل عملته كان مسلسل عرض خاص اللي هي عملته زمان قوي قوي، وبعد كده انا كان كل حاجه لدينا انا كنت بشوفها كانها بنت كده بتكبر معايا. شكرا. شكرا انك قلت الجمله. لا والله بجد انا بحب دينا جدا، هي عارفه ده، انا بحبها قد ايه. وكان يعني انا كنت عشان انا متابعها من زمان جدا جدا، فانا حاسس جدا بنجاحها، كنت بفرحها باي حاجه بتعملها بجد، عشان فعلا انا بحبها جدا جدا. شكرا. شكرا قوي. هو انت عندك كام سنه محميه؟ انا عندي لسه تمام 29 اول امبارح. شفت انا صغيره قد ايه؟ 29. اه والله. وبتقول زي بنتي؟ لا. انت كذابه محميعه. لا والله محميعه. محميعه انت بتكذب والله. لا انا قصدي خطواتها قدامي يعني. هي كانت نفسها تمثل، كانت بتقول كده في البرنامج دايما، وهي مثلت وشفت دوت. ولما سافرت عملت مسلسل روبي بره، ما كانتش بتعمل، ما كانتش موجوده في البرنامج. فانا كنت متضايق جدا ان هي مش موجوده. ليه اكتر من مذيعه بحبها مش موجوده؟ بشوف مسلسلات عشانها هي. فانا بالنسبه لي دينا يعني هي اكتر ممثله بحبها جدا. شكرا. وبني ادمه جدا، هي خطيره يعني بصراحه. بتتربى في عزك يا محميه. مين معانا بقى؟ اتفضل. اخر سؤال؟ اه والله انا مبسوطين قوي، ما فيش حاجه. انا مش مستعجله خلاص، انا ما ورايش حاجه، انا تصويري بكره متاخر. انت محاميحو ما جاوبتش على محاميحو؟ ما جاوبتش على محاميحو. محاميحو لخبطني، اصل انا عندي 29 سنه. ما انا اصلا صغنطوطه خالص. انا قلت انا مش شايف ولا حاجه. لا لا. طب يلا، مين اللي مسؤول عن شغلي؟ فهو انا اللي كان بينقي لي حاجتي كلها، كان والدي الله يرحمه. واللي ماسك لي شغلي دلوقتي اندرو. هو المفروض معانا هنا، مش عارفه فين اندرو ولا ماشي. لا اهو. اندرو هو مش باين خالص. اندرو قاعد ورا بس اهو. طب ادينا فكره عن اندرو ده، يعني صديق اندرو ده اخ بجد. ونعرف بعض من زمان قوي. لا لا انا بنتك يا ريت. فاندرو اعرفه من زمان جدا. صديق. تمام. انا بعتبره اخويا يعني. كويس. وهو اللي مسؤول عن شغلي وعن قراراتي الطائشه. بس انت دلوقتي قلتي بابا كان مسؤول. طبعا. مع انك انت في الحوار قلتي لي بابا كان مستشار. لا لا لا، يعني انت مش مسؤول انه ان حد بيكلمه. انا بتهيألي دي اكتر حلقه. انا حاسه كده. طيب. حركنا كتير بس انا اتفرجت على كل السيزونز. طب اتفضلي، انا سامع حضرتك يعني مش مهم. لا بابايا كان المستشار في القرايه في كده، انما مش ان يعني مش بيعمل اتفاقات، مش لا بس تمام. بالظبط. مين اللي كان بيعمل لك الاتفاقيات بقى؟
انت زمان انا انت. كان في الشركه دي فعلا اللي انت قلت عليها، بس ما يمكن عملنا مسلسل واحد مع بعض، وبعدين هي اصلا تقريبا الشركه قفلت او حاجه، مش يعني مش متابعه قوي. طيب